على محاربة العام والزهراء وقال شيخ ياسين كويت فواق زبيب وتمرة وقال كويت الشيخ ياسين أنا لا بك زبيب ولا تمرة وارد عليك النقا وراح شيخ ياسين للباشا والباشا ما شكاه فرجع على بنت زمة وقال قوم يا بنت توكلي على الله وتقبلي على جدك ونادي لعز الدين ابو حمراء تقبل على الباز حام الحمى وتقبل على شيخ أحمد ركاب الهطلة وتقبل على أسلام بابا خوز الخام وتقبل على شيد ابو حسن الازباش مجبر العند المكسورة يا مزوارة وتقبل على الضعيف حمال الكراتي ومنوخم بصرايا وتقبل على البدوي خطاف اليسير بالهوى وتقبل على تشاوش الرجال ابو فراوة وتقبل على جد السادة للسجاد اجبار بيوم عادل يجاوم المهبول بريال الفزعة وتقبل على البوم ابر المسلوب تعدل الفزعة ثم ثلاث ايام شيخ ياسين ينادي ولا تأتي الفزعة فقضب السيدي حطب رقبت سلوقية وقال عاري اهل الحمية كويت يريد محالي فقال بنت زم قومي يا بنت شوف درب غزالي الشمس غابت والركب ما جاني فقام زم تنظر درب غزالي شوف الفزع من الرفاع يا تتا يا باز يا باز وقالت يا با يا با يا با يا با يا با يا با جات نفزع عيبا ولو ما الرفاع حمد طويل الباع شالوا على العمدان صاح العمد ريحان للحرب تحطاني حتك I'm
الله.